النهارده بكل تأكيد في مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ بالأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، وتوجيهات سيادة الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري. كمان امبارح كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول يوجه التهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كل عام وهم بألف خير. تفاصيل كتير هنعرفها من هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. ووجه الرئيس بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدن وقرى سيناء ودعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري. امبارح كمان عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، ووجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، واللي بدأ بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني والجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأعرب مدبولي عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء. امبارح تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وقال كل وزير مسؤول عن متابعة خطة الترشيد اللي تمت الموافقة عليها. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتنفذها شركة سكاتك النرويجية في مصر، وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات اللي بدأت الشركة في تنفيذها في السوق المصرية وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا وباقي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقع اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة. البروتوكول بيهدف لتبادل الخبرات العلمية والتعليمية خاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار، وده من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وأيضاً عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة. أما في المحافظات ففي مجموعة أخرى من الأحداث المهمة اللي حصلت هناك، واللي منها وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم إلى ميناء بورسعيد، أيضا توفير 57 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم، بالإضافة إلى تحليق 24 رحلة بالون طائر في الأقصر على متنها 480 سائح، وأخبار أخرى هنعرفها من هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي شهدت وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم لوجوس هوب لميناء بورسعيد قادمة من بيروت، وهتغادر الميناء في 23 يناير متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن. في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إنه تم رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل العام الماضي لرفع المخلفات أولاً بأول والحد من ظاهرة تواجد النباشين، وأوضح إنه تم تطبيق نظام الجمع السكني بنسبة 70% في 18 قطاع. في البحيرة تم فحص أكثر من 99 ألف طالب وطالبة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس، وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن في تعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
في الفيوم تم توفير 57 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في الوادي الجديد تمت الموافقة على فتح فرع لجامعة الأزهر لخدمة طلاب التعليم الأزهري بالمحافظة، وحرصاً على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكل قطاعاتها. في جنوب سيناء تم افتتاح محطتين لرفع المياه بمدينة طور سيناء بتكلفة إجمالية بتصل ل 200 مليون جنيه. في حلايب وشلاتين اختتمت أعمال القافلة الطبية لمشيخة الأزهر الشريف، واللي تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 3752 مواطن وإجراء 106 عملية جراحية بالمجان. في قنا قامت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 581760 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة. في الأقصر شهد مطار البالون الطائر غرب المحافظة تحليق 24 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائح من مختلف الجنسيات. في الغربية سلم المحافظ الدكتور طارق رحمي 36 دراجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، وده ضمن مبادرة دراجتك صحتك للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة ورفع معدلات اللياقة البدنية للفرد.